السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا. هنعمل حاجة حلوة النهاردة جميلة. هتقولي ايه ده؟ ما تنفع في الساعة؟ مش هتنفع في ساعة؟ لا هتنفع في ساعة وتبقى جميلة جدا. نعمل تشيز كيك نوتيلا، سهل وسريع واسهل منه مش هنلاقي. اول حاجة تشيز كيك النوتيلا حبايبي، بنحتاج له بسكوت زي ده كده، معلش دي مكان الكريمة، بسكوت شوكولاتة فرمته وطحنته جامد. هجيب لك شكل البسكوت، هوريه لك شكله ايه. ايه يا حبايبي؟ بسكوت عادي غامق بالكاكاو بالشوكولاته، طحنته ده كيسين تلاتة حسب ما انت عايزه، طحنته في الكبه حلو قوي، تكون ما فيهاش بصل ولا ثوم ولا الكلام ده، طحنته جامد جدا. بصي يبقى نعمل كده خلاص عشان القاعده بتاعت التشيز كيك. هحتاج معاها، معلش بقى، هو الطبق ملحوس لان كنت بسيحه في الميكرويف. هحتاج معاها 3 معالق زبده، 3 معالق زبده، دي قاعده التشيز كيك. هنحتاج ايه بقى للتشيز كيك؟ جبنه طبعا، جبنه كيري، ماشي. انا جبت علبه اللي هي الـ8 مكعبات، 2 كوبايات زبادي، هحتاج كريم شانتي. بصوا بقى، ده كريم شانتي، وشايفين الفرق اللون ده؟ ده كريمه لباني بودره، كريمه لباني بودره، انا حطيت عليها 2 معلقة عشان ده كريم شانتيه خام، ودي كريمه لباني بودره عشان تديني ايه زي ما بيقولوا دسامه في الموضوع، فهمتوني؟ يعني ده اقل من ربع كيلو، هنقول كوبايه كبيره كريم شانتيه عليهم 2 معلقة كريم لباني بودره. هحتاج نوتيلا طبعا، مش هاخد الكميه دي، الكميه دي كلها كتيره، هي بس كانت في العلبه حته واحده، قطعه واحده، فانا رحت من ايه حطها في الميكرويف عشان تسيح، وتسيحيها مش تسخنيها على التسيح، فهمتوني ازاي؟ النوتيلا اللي بستخدمها دي سما، حلوه وجميله جدا وفي منتهى الجمال. دي من 50 ل 55 جنيه، دي سعرها من 50 ل 55 جنيه. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، دي بس كده الاول. هحتاج ايه بقى كمان؟ هوريها لكم دلوقتي. هحتاج صينيه تشيز كيك اللي بتتفتح من الجنب، فتحتها ورحت مغلفه القاعده دي بالفويل، ودخلت القاعده ظبطتها كويس قوي، ورحت قافلاها من هنا من الجنب. مش عندك خلاص اعمليها في صينيه عاديه، بس هي دي معروفه ان هي بتاعت تشيز كيك. هنا هناخد كده بقى، نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ده البسكوت هنزل عليه بالزبده، مش مشكله حتى لو ما فيهاش لسه ساح. التشيز كيك بيتعمل منه انواع كتيره جدا جدا، لو انا عايزاه دايت طبعا بعد النوتيلا يعني والكريمه اللبانه مش هيبقى دايت خالص، ممكن تحطي هنا شويه ميه تفرفتي وخلاص، مش محتاجه. بصي كله كله، تحس ان كله، لو احتاج زبده تاني نحط حبه زبده تاني، زيت لا، سمنه لا، زبده صفرة، زبده جنه، زبده روابي، زبده مش سمنه حبايبي خالص. التشيز كيك ما بتحطلوش سمنه نهائي، التشيز كيك سهل جدا وسريع وفي منتهى الجمال، وخاماته بسيطه وبتباع بره بالقطعه. لا لسه، بصي بصي لما تقفلي عليها، بصي لسه بتفرفت ازاي، بصي 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 لسه بتفرفت. هحتاج حته زبده تاني احطها عليها وارجع لكم. هنا خلاص حبايبي حطيت الزبده، بصوا بقى، معلش عشان ما حدش يقول لي ايدك ومش ايدك، بصوا بتبقى ايه مش مفرفته، بصي شايفه المنظر، انا عايزه كده، لازم اعملها بايدي. نجيب الصينيه هنزل بيها كل خليط البسكوت، قاعدة حلوة، بتعملي قاعدة حلوة كده كبيرة، كل ما تكون القاعدة كبيرة كل ما بتبقى حلوة، بتبقى كبير يعني سمكها كبير، تدي ارتفاع حلو وشكل حلو لل، معلش انا اسفة منظر ايدي حقكم عليا. بصي بقى اضغطي كده بمقاتة لكن من قوة، واطلعي هنا، بصي اطلعي هنا كده، اضغطي واطلعي. بصي اضغطي جامد جدا، دي بقى مش محتاجه فرن، ماشي. لو بسكوت ابيض، بسكوت فانيليا، بنحطها في الفرن، بتدي لها سنه زي ما يقولوا ايه كده،
يعني عارفين تبقى ايه، عارفين تشبه انها محمصه، حبه محمصه، فهمتوني ازاي؟ بتبقى جميله جدا، تبقى طعمها حلو. لكن الشوكولاته مش محتاجه فرن، خلاص سكناها. بصي بتدخليها الفريزر بقى، هندخلها دلوقتي الفريزر لحد ما ابتدي اشتغل، عشان انا عايزاها تمسك. عايزاها ايه؟ تمسك. خلاص يا قلبي، واغسل ايدي بقى وارجع لكم. خلاص حبايبي، احنا هنا ده طبق، هحط الكريمه اللباني والكريم والكريمه كريم الشانتيه، ماشي. هنزل بشويه ميه صغيرين الاول، هنضرب عادي زي كريم شانتيه عادي جدا. بصوا انا هفضل ازود ميه وهضرب لحد ما يوصل الفوم اللي انا عايزاه، ماشي. هنا حبايبي انا ضربتها خلاص، بس ما حطيتش ميه كتير. ليه؟ لان انا هرجع احط زبادي، فهمتوني ازاي؟ ادي الجبنه، بحط الجبنه وهنضرب الجبنه فيها، نضرب الجبنه والزبادي والكريمه كله الاول لوحده، وبعد كده ننزل بالنوتيلا. طبعا انا هكتب لك المقادير في صندوق الوصف، فهمتيني؟ بس دي علبه كريم جبنه كريمي كيري اللي هي 8 قطع، انا مش عايزه اكتر من 8 قطع. وعلى فكره ممكن استخدم كوبايه زبادي واحده مش كوبايتين، يعني ممكن الكوبايه الثانيه لا مش ما نحتاج لهاش. برده بعد ما اضرب هنا كده هضرب تاني بالجبنه الواحده لحد ما تختفي خالص، فهمتوني ازاي؟ وبعد كده ننزل بالزبادي عشان بس الدنيا ما تسيحش معانا، انا عايزه الحاجه كلها ساقعه، هي بس النوتيلا هي اللي لسه دافيه، ان النوتيلا انا مسيحاها في الميكروويف فدافيه لسه، مجرد ما هتنزل في الكريم شانتيه هت ايه اخر واحده بقى لازم تضايقنا. بصي يا قلبي، لحد ما تختفي نجيب علبه الزبادي وننزلها، ادي علبه الزبادي بالميه بتاعتها بكله، ميه الزبادي دي مفيده جدا، لو حد يفتح علبه زبادي يروح يعمل الميه بتاعتها، يبقى كلها فيتامينات. خلاص نجيب النوتيلا، شيل بس حاجتنا، بسم الله الرحمن الرحيم، نجيب النوتيلا اهي، حط حوالي كوباية نوتيلا، مش هنحط ازيد من كده، كوباية نوتيلا. نخلط كويس بقى عشان كله يتخلط. طبعا انا هفضل اضرب نشي، وبعد كده هنزلها في الصينيه هوريها لكم. بس في حاجه عايزه اقولها لكم، الكريم شانتيه خام والكريمه اللباني ما فيهاش سكر، فاوعي تقولي احط سكر فيها، ان النوتيلا بتبقى مسكره، فهمتوني ازاي؟ فالدنيا هتبقى معاكي زعقه قوي، والسكر والبسكوت طبعا برده مسكر، انا هزود برده شويه نوتيلا حط حبه. فاوعي حضرتك تقولي احط لا سكر في كريم شانتيه، او كريم شانتيه يكون مسكر مع النوتيلا، هتلاقي الدنيا بقت صعبه جدا، فهمتوني؟ هكمل ضرب ونشوف بقى واحنا بنفضيها. ادي الصينيه جبناها من الفريزر، هنبتدي ننزل بكل الخليط، حتى بصي اقلبي بقى، قلبي كده عشان يبقى كله لونه غامق. هنقلب كده شويه بس، لسه تحت المضرب ما جابوش، نبتدي ننضف بقى الطبق. كده مفيش مشكلة، هننزل كل الخليط اللي في الطبق،
ونظبطها وارجع لكم تاني. هنا خلاص حبايبي، نجيب منديل لازم نمسح ده، طبعا هي مش هتدخل فرن ماشي، بس لازم تبقى على الاقل نظيفه. ننضف هنا خالص كده، انتوني ازاي، هي عشان خاطر بني فهي كل ده باين. ننضف كده، ننضف سنة تبقى شكلها حلو كده، فهمتوني ازاي. هنا نايم ده كده، دي بقى حبايبي تدخل في الفريزر 3 4 ساعات او ساعتين بالكتير قوي، وتطلع ونشوف هنزوقها ازاي. انتي اهي تشيز كيك النوتيلا لسه ناقص لها تتزوق، ماشي يا قلبي، نحطها في الفريزر ساعتين ثلاثة ونشوف هنزوقها ازاي. هنا حبايبي طلعناها من الفريزر، لسه هندخلها الفريزر تاني، بس انا عايزين بقى نزوقها عشان تدخل فريزر تاني تسقع. بصوا لسه طرية ماشي، سيحت بقية النوتيلا، ما هو بقى اجرام في اجرام بقى، فهمتوني، نكمل بقية اجرامنا، فهمتوني ازاي، ما اقول اجرام في اجرام، ونكمل بقية اجرام النوتيلا. شوكولاتة سايحة، حطي شوكولاتة سايحة، هنحط نوتيلا شوكولاتة سايحة اللي يعجبك. هي دي بقى لايه، لعشاق الشوكولاتة وعشاق النوتيلا، حاجة كده ما تقوليش كتير، ما تقوليش لا هيبقى يجزع، مش هيجزع، لان الخلطة اللي تحت دلعة، فيها زبادي وفيها كريمة، فيها جبنة كريمي وفيها كريم شانتي دلع، خلي بالك من النقطة دي، مفهوش سكر، كريم شانتي مفهوش سكر، وكريمة لباني مفهاش سكر. عرفتوا بقى لما بقول لكم انا محتاجاه من غير سكر ليه، عشان الموضوع هيبقى ايه، مقفور. ناخد بقى كده نمسح هنا كده، سوري هو انا كنت حاطه الطبق في وشكوا، حقكوا عليا حبايبي. ننزل بسرعه، اولا زي ما بقولك انت بتسيحيها على التسييح مش تسخين، نوتيلا حبايبي حط في ميكرويف على التسييح، وتسييح كمان ايه، السمك، مش تسييح لحمه او فراخ، تسييح السمك مش لحمه او فراخ، ان هيبقى كتير عشان ما يتحرقش مننا. بس كده خلاص، بس كده خلاص. نعمل ايه بقى، هي لسه طريه كده، بصوا الحاجات دي حاجات بسيطه تبقى عندك كده، هتلزق، هي هتلزق فيها دي، بس متلحوسه عشوائي، حطي حاجات عشوائي بتفرحي بيها ولادك، فهمتيني ازاي. بسكوت حطيت عليه ذهبي، دستي ده اللي هو ده اللون الذهبي ده، تحط على البسكوت الحاجات ده قابل للاكل. بصي ممكن نعملها كده، نعمل كده حاجات بسيطه، انا مش خبيره تزويق عشان ما حدش يفتكر ان انا ولا خبيره، انا زيكم حبايب قلبي، بشتغل كده ايه للبيت، بدلع اولادي بس. بصوا احلى تشيز كيك ممكن تاكليها، متكلفه اكتر من بره مليون مره، وده انا واثقه من ده ومن نظافه، فهمتوني ازاي. ندخل الفريزر تاني يا قلبي، ايه دي تشيز كيك النوتيلا، تدخل الفريزر تاني حبايبي كمان لمدة ساعة تاني او ساعتين، لحد ما تجمد خالص، ونبتدي نقطعها ونشوفها في التقديم. هنا حبايبي ادي ده منظر التشيز كيك، بصوا شايفين الطبقات اللي جوه، بصوا ادي ده البسكوت، ودي الجبنة الكريمي مع النوتيلا، ودي النوتيلا اللي فوق لازم تجمد، وادي دي الحاجات اللي عليها اللي احنا حطيناها، اديها اهي، بصوا شايفين طعمها بيبقى جميل جدا، وبيبقى في منتجة. طبعا حته النوتيلا اللي فوق دي بتبقى ناشفه، فهمتوني ازاي، استنوا بس اهي، بصوا اهي، بصوا بتبقى طعمها رائع، طعم النوتيلا دي من عشاق النوتيلا وعشاق الشوكولاته، جربوها هتعجبكم جدا جدا،
ويا رب تعجبكم زي ما بيقولوا، وبحبكم قوي قوي انا حنان رمضان.